ايه اللي حصل في الكاف؟ الزميل عمر البنوبي الناقد الرياضي ببوابه اخبار اليوم. مساء الخير يا عمر. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. اهلا بيك عمر. قول لي ايه اللي حصل النهارده تحديدا؟ هو اللي حصل النهارده انه كان في مؤتمر صحفي حضره وزير الرياضه الجنوب افريقي وداني جوردن رئيس الاتحاد الجنوب افريقي، اعلنوا فيه تأييد باتريس موتسيبا. وباتريس موتسيبا هو ملياردير جنوب افريقي، وهو مالك نادي صن داونز ورئيسه، يمكن هو عاشر اغنى اغنياء القاره الافريقيه بثروه تقدر ب يعني 2 مليار و400 مليون دولار. ثروته 2 مليار ونص بالظبط. يعني هو من المفاجاه يا استاذ ابراهيم في الموضوع انه لاول مره بيطرح مرشح لرئاسه الكاف من خارج المكتب التنفيذي ومن خارج رؤساء الاتحادات. صحيح، احنا امام حاله فريده من نوعها لاول مره انه رئيس نادي بيترشح لرئاسه الكاف وبينال فجاه دعم كبير جدا من اتحادات اعلنت على طول النهارده مباشره هي هتدعمه، ابرزهم طبعا هامسون، هي من اعمده الكاف لان هي المشرفه على الكره الكاف، ومن عناصر الشابه اللي لها كلمه جيده في الاتحاد البوتسواني، اتحادات السكافه وسط ووسط افريقيا وشرق افريقيا اعلنوا تاييدهم، لان هم قبل كده اصلا رفضوا تاييد احمد لما طلب الاتحادات الافريقيه. لكن الاهم من ده كمان يا استاذ ابراهيم انه باتريس موتسيبا يعني مش داخل برضه بطوله كده، لا، هو باتريس موتسيبا شقيقته الكبرى هي قرينه رئيس جنوب افريقيا. موتسيبا نسيب الرئيس، نسيب رئيس الجمهوريه، يعني هي اخته شقيقته الكبرى، فعنده دعم رسمي كبير. هي اسمها تشيبو، هي الشقيقه الكبرى في العيله دي، هي دولة جنوب افريقيا، واللي هو على علاقه وطيده جدا بالدوله المصريه ايضا، وهم عندهم ثقل كبير لانه حاله الدعم الكبيره اللي حصلت النهارده، وفكره كمان انه داني جوردن يتنازل والنهارده قال كده كان عنده رغبه انه يترشح، كان عنده رغبه انه يترشح وانه يدخل كمان مجلس الفيفا بالمناسبه، وهو قال ان ده خلاص انا هعتبره طموح مؤجل، واحنا فرحين المرشح ده. يمكن كمان النهارده اللافت للنظر جدا انه بينك اماجو رئيس الاتحاد النيجيري، وهو قوي جدا داخل المكتب التنفيذي للكاف، ده كان عايز يترشح، تنازله تنازل وقال انا شايف ان هو مؤهلات مصيبه اقوى مني، وانه لما يكون مرشح بهذه القوه فانا المفروض انتظر فرصه تانية وادعمه كمان لتطوير الكره في القاره الافريقيه. فاعتقد انه اللي شفناه النهارده، مع انه كمان باب الترشيح هيتقفل خلال 48 ساعه، 48 ساعه ويغلق باب الترشيح بالظبط. وكمان طيب احنا يهمنا المهندس هاني ابو ريده. المهندس هاني ابو ريده وخصوصا اللوائح هيحتاج دعم رسمي من اتحاد الكره هنا في مصر علشان يعني ترشحه اذا اراد، اذا كان مؤكد ده هيبقى موجود مفيش مشكله بالظبط، يعني اذا اراد واذا كان عنده رغبه انه يترشح لرئاسه الكاف. المهندس هاني ابو ريده بيتمتع بسمعه طيبه جدا في الكاف، وهو كمان من اقدم اعضاء المكتب التنفيذي في الوقت الحالي، ده اقدم الاعضاء في الفيفا حتى مش الاتحاد الافريقي بالظبط، وفي مجلس الفيفا. فاعتقد انه موقف المهندس هاني ابو ريده بالتاكيد هيتحدد خلال ال 48 ساعه اللي جايه قبل اغلاق باب الترشيح، لكن المنافسه مع موتسيبا هتكون منافسه كبيره جدا لكل المرشحين. يعني انا حسب معلوماتنا وحسب اللي نشر كمان من البي بي سي انه احمد هيواجه بنسبه كبيره خلال الشهر 30 يوم اللي جايين دول اقصاء من المنظومه الرياضيه على المستوى العالم، عنده انتهاكات في قضيه الاجهزه والادوات الرياضيه اللي حصلت وتحقق فيها في فرنسا مع سلطات مكافحه الفساد هناك. لم يوجه له اي اتهام، لكن كل ده بلغ عمرو فهم الله يرحمه، مش كده؟ بالظبط بالظبط كده، واستدعي عمرو فهم الله يرحمه للتحقيق كمان، وحضر التحقيقات هناك في فرنسا الله يرحم عمرو فهمي. واعتقد انه المشهد يعني مقبل على كبير كبير في الدوره اللي جايه، يعني في ان شاء الله في انقلاب كبير في الكاف بالتاكيد، لانه حاله الدعم الكبيره اللي خدها موتسيبا النهارده بتقول ده. وفي نفس الوقت كان حصل موقف انه ناشيمينتو في غينيا تعرض للايقاف فجاه من الفيفا قبل انتخاباته للاتحاد في غينيا الاستوائيه، اعتقد قبلها ب 48 ساعه بالظبط، وناشيمينتو كان طارح نفسه احمد على رئاسه الكاف، فواضح ان في تحرك على اعلى مستوى، لان كمان برضه اللي عرفته انه انفانتينو هيرفع ايده عن احمد وهيدعم طبعا هيمشي مع اللي ماشي. الانتخابات 12 مارس في المغرب،
هيكون الكونجرس ويمكن وغلق باب الترشيح كمان 48 ساعة بالظبط 48 ساعة وإعلان أسماء المرشحين في أول يناير مش كده؟ في ثلاث مرشحين مطروحين لحد دلوقتي اللي أعلنوا بشكل رسمي ونالوا تأييد اتحاداتهم جاك أنوما هو رئيس اتحاد كوت ديفوار وكان عضو في مجلس الفيفا من 2015 عندنا دلوقتي واحمد احمد وموتسيبا واحمد احمد وهم دول اللي موجودين دلوقتي كمرشحين رسميين لانه طارق بوشماوي لم يحصل على تأييد الاتحاد التونسي بسبب خلافاته مع وديع الجري. شكرا يا عمر وكل التوفيق دايما. شكرا جزيلا للناقد الرياضي عمر البنوبي ببوابه اخبار اليوم الالكترونيه.